قناة الطريق في كل مكان. تعالوا معنا نشوف رأي الشارع المصري، هل الإعلام المصري يقوم بمواجهة الأزمات التي تمر بها الوطن، وما دور الإعلام في مواجهة هذه الأزمات؟ تعالوا معنا نشوف هذا التقرير. اتعرف على حضرتك. جاد الرب عبد الله، معاون قضاء بوزارة العدل. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف ان الاعلام المصري يقوم بمواجهه الازمات التي تمر بها الوطن، وحضرتك شايف المشهد الاعلامي هنا دوره ايه؟ اول حاجه ان المشهد الاعلامي غير صادق، وان هو كلامه بس، لان الحقيقه ده مثلا موضوع زي شرم الشيخ، المفروض انا بدل ما اتكلم اقول تعالوا روحوا شرم الشيخ، تعالوا نروح شرم الشيخ، تعالوا نعمل في شرم الشيخ، لا احنا نعرض الحاجات الحلوه اللي هي في شرم الشيخ اللي تجذب الناس نفسها انها تروح شرم الشيخ لو هتدفع عمرها، لان شرم الشيخ من اجمل مدن العالم، جميله جميله بالفعل. السوق القديم اعمل لي اعلامي عنه، اعمل لي اعلامي عن سبرواي، النافوره الراقصه، اعمل لي اعلامي عن هناك، قمه في الجمال. مش تعمل لي اعلام تقول لي روح، انا بعمل لك عشان خاطري هنتسول، لا احنا نعرض نخلي الناس نفسها هي اللي تجبر نفسها انها تروح من طريق الاعلام. الاقصر واسوان الاثار اللي مرميه نعرضها باجمل صور، السايح نفسه هيروح. غلط، المشهد الاعلامي مش شغال نهائي. يعني اتعرف على حضرتك. انا اسمي خضرة لقمة. اعلامنا اعلام مضلل جدا، لسبب احنا دلوقتي بقت خلاص القنوات اللي موجوده اللي هو القنوات الخاصه كلها بقت واخده طريق تاني خالص وكرف خالص بالنسبه للناس اللي موجوده. الاعلاميين اللي موجودين دول لا يعترف بهم نقابيا ولا يعترف بسبب المهاترات اللي بتحصل على القنوات، كلها شتيمه في بعض، كلها تطولات، وكلها المفروض ان المشاهد ما يسمعش الحاجات اللي موجوده دي كلها. المفروض ان احنا بنمسك دلوقتي، المفروض ان الرئيس كان بيتكلم على الاعلام الراقي. الاعلام ده جزء اساسي في البلد، ده السلطه الرابعه زي ما بيقولوا، بس احنا مش شايفين. مفيش قضيه ان انت تروحي تعرضيها في تلفزيون لواحد يكون عنده مشكله الا ما يكون له واسطه. الواسطه دي انا عايزاك تقولي لي قناه، سواء قناه تبع وزاره الاعلام او قناه خاصه، ان هي بتتكلم عن مشكله اساسيه، او ان هي تكون بتتكلم في واحد مظلوم بالفعل راح لها واتكلم في مشكله. لا، لا اما يكون ليه واسطه، لا اما اعلام مدفوع بالمعنى الاصح، يعني ما تعرفيش هو دخله ده كله منين، يعني الدخل المادي بتاعه ده كله منين، فهماني؟ تعالي بقى امسكي بقى شوفي الفساد اللي موجود. مفيش حد ان انت تروحي له بقضيه فساد موجوده في البلد ويمسكها من اساسها، لا. هو لا اما الاول ياخد منك الموضوع، المعد ياخد الموضوع ويبتدي ان هو يتكلم فيه، وبعدين يتصل بالجهه نفسها اذا كان له اي استفاده موجوده في الجهه دي، يبتدي ان هو يكنسل الموضوع. شكرا لحضرتك. استفاده ملوش اي استفاده، يبتدي ان هو يقول لك لا انا الموضوع ده لا احنا اسفين مش هنعرضه، لكن لو موضوعه فساد وبالمستندات وانا عندي مواضيع وبالمستندات، فهماني؟ وقولي لي ازاي ان انا اعرضها. انا عايزاكي انت تقولي لي على قناه تكون محترمه وتعرض الموضوع من غير ما تجيب لي مذيع يقول لا الراي والراي الاخر، يواجهك بحد موجود يكون قاعد على كرسي تاني ويحاول ان هو يطلعك انت اللي كل شيء في الاخطاء بتاعتك اللي موجوده. اتعرف على حضرتك. اسمي محمد ناصف. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف الاعلام المصري، انت شايف ان بقى في اعلام مضلل وبيأثر على وعي المواطنين؟ المشهد الاعلامي حضرتك شايفه ازاي؟ وحضرتك شايف ان هو بيواجه الازمات داخل الوطن ام لا؟ والله هو بصراحه ان مش كل الاعلام، مش عشان ما نظلمش الكل، في اعلام بيبين الحقيقه وفي اعلام بيعتم على بعض الاشياء، الا انه اصحاب القنوات بيختاروا الاعلامي اللي هو بيحب يعمل ضجه وبيحب يعمل شو، يعني بحيث ان هو يجذب للقنوات اعلانات يعني داخل يخش له هو، لكن هو يراعي المواطن المصري ان هو يعني يبين اللي يعني لمؤاخذه تعبه واعباءه ان هو يبينها للشعب. وسياده الرئيس لما ادى الحريه للاعلام اداها على اساس ان يكون في يعني في ناس تشتغل بجد وجديه، الا انه لا، اللي بيحصل حاليا هو ان اصحاب القنوات بيختاروا الاعلامي اللي يعرف يجذب اكتر كميه من الاعلانات، مش لتعب الناس، لتعب الجمهور، تعب الشعب. اتعرف على حضرتك. رافض صبحي. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف المشهد الاعلامي دوره فعال لمواجهه ازمات داخل الوطن؟ وحضرتك شايف المشهد الاعلامي بالنسبه لحضرتك ايه؟ شايفه ازاي؟ انا شايف الاعلام بيخرب بصراحه بعض اكثرهم،
بس انا بقول مصر خط احمر هتيجي جنبها، لكل اعلامي ذا دول العالم تيجي عند امن البلد وتقف، لان احنا عندنا ارهاب، معنى ارهاب يعني حرب، والناس هنا معظمها عاوزه تعيش، ناس امنه، الناس بتوع مصر ناس طيبه. ما تعرفيش ان في المعاش، المعاشات الناس المسنين دي 27 مليون، يعني معناتها لو حصل حاجه في البلد دي الناس دي هتروح فين؟ هتاكل ولادها منين؟ احنا عايزين نعيش، مش عايزين بقى كل واحد ماسك ميكروفون يتفلزك شويه يقول لك انا همسك رئيس مجلس الشعب، ولا انا همسك مش عارف ايه، ولا انا همسك ايه. ما تبصوا للبلد بقى واعتدلوا، امشوا منظمين بقى وخافوا على البلد وخافوا على الناس، في فقراء كتير. ما تشوفوا الناس اللي قاعده على الارصفه في اعز الشتاء وبرد القارس، بدل ما يدي فلوس في الانتخابات يروح يجيب له بطانيه. شوك، اتعرف على حضرتك. منصور دوس، محامي. اهلا وسهلا حضرتك معانا. حضرتك شايف المشهد الاعلامي دوره مناسب لمواجهه الازمات داخل الوطن، ولا حضرتك شايف المشهد الاعلامي ايه؟ هو الاعلام ده من يعني من اخطر الاشياء في البلد. يعني ممكن اقول بكلمه البلد تتقلب على بعض بكلمه صغيره زي اللي لقيتها. اسمها ايه هي؟ اسمها مش فاكر انا اسمها. واحده كان اسمها كده في التلفزيون، قالت لهم انزلوا مش عارف شوفوا ايه، فعملت اسمها رشا مجدي تقريبا. رشا مجدي، فراحت قلبت البلد على بعض كلمه. فالاعلام انا عاوز اشوف بقى مشاكل البلد، مشاكل الشعب، البطاله، الناس المهمشين. يعني انا واحد من التجارين مثلا، بقاله دلوقتي حوالي سنه ما خدش المعاش بتاعه من نقابه التجاريين. بعدين بيقولوا، بعدين بيجي بيسالني بيقول لي انا ما خدتش. بعدين بنسال في النقابه يقول اصل النقابه ما فيهاش فلوس. ما فيهاش فلوس ازاي؟ دور الاعلام دلوقتي يبين المشكله دي، الفلوس اللي ناس المعاشات دي راحت فين؟ اتكلموا في مواضيع مهمه. شكرا لحضرتك. ما شفنا الراي، راي الشارع المصري. شكرا لحسن المتابعه. تحياتي نجلاء درويش، القاهره، قناه الطريق.